اكيد بنبقى محتاجين مزيد من التفاصيل. معانا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك، صباح الهنا. صباح الفل على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم، كل سنه متشكرين، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. انا كنت بقول لحضرتك، كنت سامعانا من شويه على ان فكره انتهاء فصل الصيف يوم تحديدا 22 سبتمبر، 12 يوم بيفصلنا تحديدا، لكن ما زال الطقس ودرجات الحراره في ارتفاع ملحوظ، وده مؤشر شويه غريب لان ما كناش بنشهد الطقس ده في السنوات الماضيه، نقول بس على فترات بعيده، خلينا نقول من اربع خمس سنين. فالوضع هيكون ازاي برضو الايام اللي جايه دكتور منار؟ وهل ده طبيعي اللي احنا بنشهده برضو من فكرة ان احنا داخلين على فصل الخريف لكن ما زلنا نشعر ان هو مثلا شهر 8؟ تفضلي يا فندم. هو طبعا احنا بالفعل في ارتفاعات ملحوظة في درجات حرارة، يمكن بدأناها نهاية الاسبوع الماضي ومكملة معانا يمكن حتى اليوم وغدا ان شاء الله. درجات الحرارة بالفعل اعلى من الطبيعي بحوالي 6-7 درجات في بعض الاماكن بعض الايام، فدرجات الحرارة مرتفعة عن الطبيعي المفروض نكون عليه. بس برضو احنا لسه في فصل الصيف اللي وارد دايما يبقى فيه موجات ارتفاع في درجات الحرارة حتى انتهاء فصل الصيف، يعني احنا لاخر يوم في فصل الصيف بيبقى دايما عندنا احتماليه ان يحصل موجات ارتفاع في درجات الحراره، ويمكن كمان في النص الاول من فصل الخريف هيتخللوا بعض الايام اللي يكون فيها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، لان دايما الفصول الانتقاليه زي الخريف والربيع بياخدوا من الفصول القبليه والبعديه، يعني النص الاول من الخريف هياخد بعض صفات فصل الصيف، يعني ممكن في بعض الايام تلاقي فيها ارتفاع في الحراره، يمكن احنا بالفعل في الاعوام الماضيه كانت أغلبية الأيام بيكون فيها اعتدال في الأجواء في شهر 9، لكن في بعض الأيام أيضا كنا بنسجل درجات حرارة مرتفعة 39 وأحيانا 40 في شهر 9. يمكن احنا مكملين اليوم وغدا في ارتفاع درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى في الظل 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، أغلب محافظات الجمهورية فيها ارتفاع في الحرارة، فبالتالي الطقس هيظل طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ايضا المناطق الموجوده في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس حار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هنبدا نشعر بتحسن نسبي في الاحوال الجويه لان الصغرى فتره الليل هتبدا تنخفض، هيبدا ياثر كمان علينا امتداد لمنخفض جوي يمكن من غدا ان شاء الله يبدا يقلل احساس نسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده فتره الليل بشكل كبير، خاصه كمان ان فترات الليل هنلاقي نشاط نسبي للرياح يقلل احساسي بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. ان شاء الله هنبدا نحس بتحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير وبدرجات الحراره من يوم الثلاث. من يوم الثلاث تبدا درجات الحراره بشكل تدريجي تنخفض، تدريجيا تعود في المعدلات ونسجل درجات حراره 34 و35 عظمى على القاهره الكبرى، خاصه كمان ان احنا عندنا فرص امطار هتبدا تبقى موجوده على المناطق الساحليه، يعني يمكن النهارده بالليل او غدا ان شاء الله هيكون في فرص سقوط الامطار ما بين المتوسطه والغزيره والرعديه احيانا على مطروح والسلوم وسيوه، الامطار كمان تمتد خفيفه للاسكندريه مع مساء يوم الاثنين، ومع يوم الثلاث الامطار وارد ان هي تمتد لبعض المناطق من محافظات الوجه البحري وقد تصل لمناطق من القاهره الكبرى الثلاث والاربع، فاحنا عندنا فرص سقوط الامطار، فرص لوجود السحب اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، نبدا تدريجيا ان شاء الله من يوم الثلاث والاربع نحس نوعا ما بالاجواء الخريفيه، يعني ارتفاع درجات الحراره لحد يوم الاثنين من الثلاث والاربع وحتى نهايه الاسبوع نبدا نحس بتحسن في الاحوال الجويه. هاي يعني انا بالنسبه لي اهلا بالامطار، اهلا باي اجواء شتويه، ده يسعدني جدا على المستوى الشخصي. ما اعرفش بقى يعني الساده المتابعين، ما اعرفش انت اكيد زي ما اعرفش دكتور منار برضو ايه، بس يعني نتمنى ان الوضع يكون افضل لان حتى الناس اللي بتحب الصيف يعني الارتفاع الملحوظ ده مش افضل حاجه حتى هم ليهم. فانت بتتكلم عن 34 ده كده الجو لما يتحسن، انت متخيل؟ انا وقفت عند الجمله دي كتير، متخيل الجمله ترجع درجات الحراره ترجع للمعدلات المعقوله اللي هي 35؟ يا نهار ابيض، ده 35 معقول؟ عموما يعني كل شكر لحضرتك يا دكتوره منار على وجودك. شكرا ليك يا دكتور منار طبعا.